ما حكم الذين يتبرعون بمسجد الكعبة؟ لا أصل لهذا، الكعبة ما يتبرك بها، وإنما يطاف بها ويصلى إليها، وليطوفوا بالبيت العتيق، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، هي يطاف بها ويصلى إليها ويعتكف عندها تقربا إلى الله سبحانه، ما هو إلى الكعبة، تقرب إلى الله. الكعبة إنما هي مكان للعبادة، مكان لعبادة الله عز وجل، وليست هي التي يتقرب إليها أو يتبرك بها.